يكون يسأل عن استعمال العطور الذي فيها شيء من المواد الكحولية، هل يجوز أن يستعملها الإنسان؟ الضابط في هذا أن العطور التي تسكر إذا شربت فإن قليلها وكثيرها حرام وهي نجسة ويجب إتلافها وإزالها، قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، فإذا تطيب به لم يجتنبه. أما إذا كانت هذه العطور لا يسكر كثيرها، إذا شرب منها شيء لا يسكر كثيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. نعم.